ماذا يحدث خلف الأسوار في تلك المنطقة؟ ماذا حوت تلك 70,000 قدم المربعة؟ وكيف دخل أصحاب تلك الأيادي المدربة إليها منذرين العالم بميلاد الإنسان الجديد؟ وهل سيمهد الإنسان الموازي لإنهاء وجود الكيان البشري من على كوكب قرر أن يسيطر عليه؟ إذا كنت تنتظر راتبك الشهري من أي عمل، عليك أن تتمهل قليلاً وتحذر من هؤلاء الآلاف. هم حتى الآن كيانات مجهولة، لكنهم سيكونون قادرين على منعنا من الخروج من منازلنا يومياً. إنهم ديجيت أو بدلاء البشر الذين سيتزايدون بمعدل 1,000 شخص سنوياً، حيث سيخرجون من منطقة مخصصة لهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون بإمكانهم العمل باعتبارهم البشر الموازين الذين بإمكانهم فعل أي شيء يريدونه بمجرد ممارسة أساليب الجذب بعد أن يقوم أصحاب الأيادي السحرية بإضفائها عليهم. فمن هم وماذا سيفعلون؟ بمجرد رؤيتهم قد تختلط الأمور على الإنسان العادي، فلا يكاد يفرق بينهم وبين الجان، لكن الفارق أن الجان يعمل في خفاء دون أن يظهر لإنسان. أما هؤلاء فأمرهم مختلف تماماً. هم كائنات بيضاء عكف علماء التكنولوجيا على تصميمها بهيئات عجيبة، وامتدت أيديهم إلى تكوينهم الذي يحاكي هيئات البشر، ليستعدوا إلى المهمة الكبرى التي ستكون خبراً مرعباً للإنسان العادي. فما هي طبيعة تلك المهمة؟ خلف أسوار المنطقة الغامضة المخصصة لاستخراج الإنسان البديل من الأراضي الأمريكية، توجد معامل تحوي أسرار التركيبات والمعادلات السرية التي ستتحكم في ميلاد البشر البديل مستقبلاً، وهو قادر على ممارسة حركة مطابقة تماماً مع حركة الحياة اليومية، فله أطراف يتحرك بها، ويستطيع الإنسان البديل أيضاً الاستفادة من خصائص ميلاده العجيبة بالقدرة على الانحناء والدوران لزوايا متعددة، بل إنه يحمل مزايا يحاول التفوق بها على الإنسان العادي بقدرات يصدرها الراعون له على أنها قدرات خارقة تضمن له الانتصار في أي مواجهة محتملة. فما هي تلك القدرات؟ الإنسان البديل محصن تماماً ضد الأزمات الصحية، هو فاقد للشعور بالإحساس، ما يجعله قادراً على توفير أقصى درجات التحكم بالحركات وتحمل الصدمات وأداء أي مهام يتم تكليفه بها، وهو مصمم على أساس عمليات دقيقة توفر له عدم الشعور بالحياة أو الرحيل عنها. أما إطاره الاجتماعي فهو حياة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، حياة لا يعرفها الإنسان العادي. فما هي تلك الحياة الجديدة؟ الحياة الجديدة التي سيعيشها الإنسان البديل لن تكون فيها أسرة أو زواج أو أبناء، ولن ترتبط بأي كيان اجتماعي يفرض عليه البقاء في مكان معين أو تحمل مسؤوليات الإنفاق وتكاليف الحياة اليومية العادية. الأشد خطراً أنه إنسان بلا أوطان أو مواقع يحن إلى الحياة فيها، هو فقط يتلقى الأوامر من يمدونه بطاقة الحياة مقابل الحصول عليها، وسيتمكن الإنسان البديل من الإشراف على مضخات النفط وأداء المهام التي تمثل خطورة على حياة الإنسان التقليدي. وهكذا تتجاوز فكرة الإنسان الآلي الحصول على طرق لمساعدة البشر في حياتهم إلى فكرة الإنسان البديل الذي قد يحصل على قائمة كاملة من المهن ويحرم أصحابها مستقبلاً من قوت يومهم.